مراتك بتروح فين؟ بتروح الشغل. انت عارف ايه رأينا في موضوع الشغل اللي احنا مش موافقين عليه؟ الموضوع زاد عن حده، كل يوم مراتك برا بيتك يا عجوة. والله يا راشد انا ما عارف اعمل ايه، انا ما صدقت هديت، وبصراحة مش عايز وجع دماغ تاني. الكلام ده ما يصحش، خلي بالك من مرتك عشان كده عيب. انت اللي خلي بالك على كلامك يا راشد، انت اللي تخلي بالك على عرضك وشرفك. معلش يا عم، انت عارف طوحة طيبة، ولو خليتني اكلمها هي هتسمع كلامي، وانت عارف هي بتعزني وانا بحسها. كلام ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول سيبني اكلم طوحة عن غيابها عن البيت ده. انت حيوان؟ غياب ايه؟ طوحة مش بتتصرمح زي ما انت فاهم، طوحة بتروح الشغل. ايه يا عجو انت بتكلمني ايه كده؟ بتكلمني عشان طوحة كده؟ ما تجيبش سيرة طوحة على لسانك، فاهم؟ يلا كله تمام يا اب. تعال يا وزة. ايوه يا اب. خدي يا حبيبتي. ايه ده؟ دي مكافأة ليكي. بس بجد يا بنت انت عجبتيني قوي وكيفتيني، علشان كده بديك المكافأة دي. والله خيرك عليا كتير، بعدين ما عملتش حاجة، احنا بس نفذنا الأوامر. امسكي يا بنت امسكي، تمر فيكي علاني. ما هو السجن يعلم اللي ما اتعلمش. حق يا اختي، الواحد يخش السجن قط يطلع منه وحش. وقال بيقول عليه اصلاح وتهذيب. اصلاح. عارفه يا وزه، مش مهم مين ظالم ومين مظلوم، المهم تتمسكني وانت بتظلمي. يا اختي كل الناس عماله تظلم، بس اهم حاجه تظلمي وما تدخليش السجن. لا قولي لي بقى يا أبلة، من ساعة ما دخلت كده وبقينا قريبين من بعض وعمرك ما حكيتي لي انت دخلتي السجن ليه؟ ياه دي حكاية طويلة يا حبيبتي. المهم تخلي بالك من الحب، الحب يا وزة بيذل ويخليكي ضعيفة، وانا يا اختي ما احبش ابقى ضعيفة ابدا. بس الراجل من دول يا حبيبتي عامل زي الدمل، اول ما يحس انك حبيتيه يفضل يدوس على راس الدمل ويدوس ويدوس ويدوس. يظهر ان انا اللي دوست على الدمل. هو الدمل كان كبير ولا ايه؟ يا بنت خليها في سرك بقى. اصل الراجل من دول يا حبيبتي عامل زي دخان السيجاره، لازم تنفخيه لبره هف هف هف. صدقي انا اكتشفت حاجه مهمه. كل الرجاله يا اختي مضرين بالصحه. شفتي؟ عوضنا. سيبنا بقى من الرجال، ادينا في الاخر رسيت على ايه؟ قعدة ستات في بعض. هو في اختي اجدع من نسوان؟ احيانا لا. فخده مين اللي بيخبط؟ اقعد طيب؟ اتفضل. انا وليد. وليد الركحي بتاع السفاري وشغال مع مدام ليلى. مدام ليلى بتاعت المشغل. ايوه 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 عارفها. عاوزه حاجه؟ انا اللي عايزك في كلمتين. خير؟ خير ان شاء الله. تعال. يا نهار اسود، يا نهار اسود. تاني تاني يا طوحة؟ تاني؟ انت تقصد ايه بتاني دي؟ اصل انت ما تعرفش حاجة. انت متأكد من اللي انت بتقوله ده فعلا شفتها مع الراجل؟ يا عم ده مش اول راجل، دي كل يوم مع راجل اجنبي شكله. بس انا عايز اسألك سؤال صغير كده. اسأل. وانت تقصد بايه تاني دي؟ وبعدين انا عايز اعرف، هي طوحة كانت بتشتغل ايه في مصر؟ يا ابن عمي انت عملت اللي عليك وتشكر عليه، غير كده لو مؤاخذه يعني مالكش فيه. يا عم انا كنت بلحق شرف ابن بلدي قبل ما يتلطخ في التراب. وبعدين انا عايزك تبقى واعي ان الست ليلى عارفه عنها كل حاجه. انا بصراحه مش عارف هي سايباها كده ليه،
ساعات بشك انها مشغلاها لمؤاخذه لحسابها. انا كنت خايف من الاول وقلت لعجوه بلاش تكيفها معانا. عشان كده بقى ما جبتهاش لعجوه، قلت انت صاحبه هتنصحه وانت بقى اللي هتجيبها له بطريقتك. بس انا عايزك تاخد بالك من المره دي قوي، المره دي مش سهله. انت هتقول لي على دوحه؟ انا ما كنتش عارف اقول لك الكلام ده ازاي يا صاحبي، بس كان لازم تعرف. انا ما خدتش بكلام الواد اللي اسمه وليد ده، انا سالته وطقصت، وصراحه سيره طوحه بقت على كل لسان. الناس كلها هناك عرفت مشيها، ده حتى الواد اللي اسمه وليد ده كان بيمشي معاها. لما فرقعته بقى حب ينتقم منها، وبصراحه انا ما صدقتش ان طوحه ممكن تتهدي وتمشي عدل. انا بس ما رضيتش اقول لك الكلام ده لما لقيتك فرحان، قلت يمكن. انا مش عارف اقول لك ايه، بس لا، طوحه مش ممكن هتكون بتاعت راجل واحد. عجبه رد عليا يا صاحبي، ما تسكتش كده. طب على الاقل قول لي ناوي تعمل معاها ايه يا عجبه. مش عارف تبدأ يا صاحبي، مش عارف. ايه ده؟ لسه بدري. كنت فين يا توحة؟ كنت في الشغل. هكون فين؟ انهي شغل فيه؟ شغل المشغل ولا شغلك القديم؟ تقصد تقول ايه؟ شغل سرور. كوني حنيتي. فكريني نايم على وداني. كنت حاسس من زمان، بس كنت بكذب نفسي. لكن نعمل ايه؟ بلد ضيقة. واحد من عشاق جالي وليد، فاكراه؟ ولا لحقت تنسي اسمه؟ ليه كده يا توحة؟ بتعملي كده ليه؟ أنا حبيتك بجد. كان نفسي أبدأ معاكي حياة، حياة جديدة، نظيفة. ليه ما اديتنيش الفرصة؟ ليه ما اديتيش لنفسك الفرصة؟ قدامك بلد هادية ومحدش يعرف حاجة عن تاريخنا الأسود. كان قدامنا نبدأ حياة بني آدمين، مش حياة البهايم اللي كنا عايشينها. كان ممكن توحة، أنا ممكن أسامحك ونبدأ زي ما بدأنا في أي حتة، ومش هيهمني كلام الناس، بس توعديني إنك تبقي معايا. أنا عمري ما كنت ليك يا عم. توحة طلقني، احنا ما ننفعش لبعض، هو ده الحل لكل المشاكل اللي بيني وبينك. ما تفكرش كتير، طلق. دي طالب. Thank you.
دكتورها يا امه ان شاء الله خير. وسه يا امه وسه وربنا يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه يا وسه. يا بنتي يا حبيبتي نورت الشارع والاسفلت. حسيني حسيني قلب امك يا اختي قلب امك. تسني يا امه امسكي يا ولدي عيني امسكي يا ولدي يا نادل ما بقتش تيجي تزورني ولا مره غصب عني وربنا يا حبيبتي. سويت يا بنتي الواد ما نام فين قوي يكون حصل له حاجه. لا يا اختي الواد زي الفل زي البدر المنور بس هو قاعد مع ابوكي. واحد مع ابويا ليه وما جاش ليه؟ لا اصل ابوكي عيان ومال ابويا ان شاء الله. يا بنتي ما تتخضيش كده عنده البتاع ده اللي اسمه المراتزمي ده يا اختي هديت حاله يعني. يا ابويا ربنا يعينك يا رب يا اختي. الحمد لله وز ابوكي خلاص شطب بنزين وانا اللي بقيت ماسك مكانه في القهوه وبقيت بصرف على البيت. جدع يا واد يا عيد راجل طول عمري بعتمد عليه. الحمد لله الحمد لله على السلامه يا اجمل وزه في العشه قصدي في الدنيا. بقول لك ايه احنا نضرب فيه كده اهو يلا نبعد بعيد عن الهباب ده يا اختي. بس عشان الحياه بقت مستفزه. يا واد يلا امشي بقى يلا قبل ما عينه النسر تقفش. اوعى. وبعدين بقى في الكروته اللي انت بتعملها دي انا مش منبهه عليك كل يوم تشيل كل تحفه وتنضف تحتيها التراب؟ مفهوم يا فندم حاضر. هو ايه اللي حاضر؟ كل يوم تقول لي حاضر والاقي الحاجه مش نظيفه. بقولك ايه؟ اذا فاكر نفسك جاي هنا تشرب شاي وقهوه وتفطر تاخد بعضك وتروح على بيتك. حاضر يا فندم حاضر. شوف ايه ده؟ صباح الخير. اهلا مدام ليلى. اهلا. صباح الخير صباح الفل. ايه الاخبار؟ الشغل عامل ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. تمام. طب انا عايزاكي في موضوع مهم جدا، عايزه ابعتك مشوار مهم قوي. خير؟ فين المشوار ده؟ بصي بقى يا ستي، هبعتك عند بيزنس مان مهم جدا، لسه فاتح سنتر في جامعه الدول، حاجه كده فظيعه، حاجه تحفه، عايزين بقى ايه ناخد بارتيشن عنده ونعرض فيها منتجاتنا. اما دي حته فكره، فكره تحفه. كنت عارفه انها هتعجبك. المهم لازم تروحي له النهارده ضروري جدا. انا كان المفروض اروح بس للاسف عندي مشكله في معرض سيوه ولازم اسافر حالا. النهارده؟ اه للاسف. بس بصي لازم تروحي، الموضوع مهم جدا وما ينفعش يضيع مننا، هنخسر خساره كبيره قوي. انا معتمده على الله وعليكي. اوكي هتظبطي نفسك كده وتلبسي شيك جدا وهتبيضي وشي وتخلصي الديل مع الراجل. بقول لك ايه، اعتبري الديل ده مقفل وش وضهر. تمام. طب عايزه ايه بقى؟ عايزه تاخدي بارتيشن ولا عايزه تاخدي المعرض كله؟ يلا باي باي باي. لمعت ولا لسه؟ بلمع يا فندم. يلا والفازه دي؟ حاضر يا فندم. ناويه على ايه يا وزه؟ ناويه على ايه في ايه يا امي؟ يعني ناويه تشتغلي ولا تعملي ايه بالظبط؟ الواد كلها شهرين ثلاثة ويدخل المدرسة، وأنت عارفة المدرسة ومصاريفها. إن شاء الله يا أم، لما ربنا يسهل. ربنا مش هيسهلها إلا لما تكون أنت ناوية تعملي حاجة، اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك. جرى إيه يا أم؟ الله هتبقي أنت والزمن عليا، ما تهدي شوية. يا ولية يا ولية خلي عندك رحمة، اهدي شوية على البنت خليها تاخد نفسها. جرى إيه يا راجل؟ هو أنا قلت لها لازم تشتغل دلوقتي حالا؟ أنا بسألها ناوية على إيه؟ العمل عمل ربنا. الله. بقول لك إيه يا بنت؟ الفلوس اللي انت سبتيها كلها خلصت اه من كذا شهر، والواد عيد هو اللي قايم بالمصاريف. انا بس حبيت اقول لك عشان تبقي عارفه. خلاص ياما عرفت. ارتحتي؟ معلش يا وز معلش، هتفرج ان شاء الله. معلش. مالك مالك يا وز؟ من ساعه ما شفتك وانت عماله زي اللي مهمومه ومخنوقه وعايزه تطلع من هدومها. في ايه يا حبيبتي مالك؟ مخنوقه يا بابا، كفايه عليا الفترة اللي قضيتها في السجن. معلش يا بنت. أنا هخرج. رايحة فين يا بنت؟ هو أنت لحقتي؟ ده إحنا يا دوبك لسه راجعين. رايحة أشم نفسي. حاسة إن حيطان البيت طبقة على نفسي. اسم الله على العنبر اللي كنت فيه. بس كان أوسع ياما. كان أوسع بكتير. نادلة يا دوب يا اختي، انا افتكرتك موتي ولا حصل لك حاجه. لا انت يا اختي لسه عايشه، ده انا توك اول ما خرجت طلعت على الواد مانح مطمن عليه هو وابويا وامي،
وجيت على هنا وانا قلبي مقبوض بفتح المفتاح وانا خايفة لا يكون الشقة سكنها حد تاني. عليكي يا اختي قاعدة بتحطي وبتعملي في وشك يا نادلة يا دوم ما تسأليش عليا. اسأل عليكي فين يا مخبلة انت؟ كنت فين يا بنت كل المدة دي؟ هو ايه اللي اسأل عليكي فين؟ بقالي فترة يا نادلة يا دون قاعدة في السجن إلا ما فكرتي مرة تزوريني ولا تيجي تقولي لي ازيك عاملة ايه؟ سجن؟ سجن ايه كفالة الشر؟ أيوة يا أختي اعمليهم عليا. إلا ما فكرت تزوريني ولا مرة في السجن وفي الآخر تقولي معرفش إن أنا في سجن ليه؟ هي البنت خوخة ما قالتلكيش. وهي فين خوخ؟ ده أنا من ساعة ما رجعت لا أحس ولا خبر، وأنتِ معرفش عنوان بيتك عشان كده ما سألتش عليكي. الله، لو أنتوا بقالكوا كل ده ما تعرفوش حاجة عن بعض. لا. دي البنت خوخة جاتلي في السجن. وقالت لي انها هتتجوز وتسافر مع جوزها بره، وساعتها حتى قالت لي انها ما تعرفش عنك حاجه، وانا قلقت عليكي قلت لك كوني عامله مصيبه، وقالت لي هتدفع ايجار الشقه. هو ايه اللي حصل؟ كنت هربانه. كنت هربانه من ايه بقى ان شاء الله؟ هقولك، بس احكي لي الاول حكايه سجنك دي. يا لهوي، ده احنا نزهق نقعد نحكي كتير. بس والنبي يا بت قومي اعملي لي لقمه لحسن، انا هفتنه وجعان. النبي كوبايه شاي لحسن، عندي صداع وانا هحكي لك كل حاجه. عينيا يا حبيبتي عينيا، دقيقه واحده يلا اعمل لك شاي بسرعه تشربيه. ومعلش هنزل وارجع نبقى نكمل حكايه لحسن، ورايا شغل. ها لو انت ما خلصتيش اختي من الشغلانه المنيله ب 60 جنيه اللي انت كنت بتشتغليها بعد كل ده. واحنا لاقيين؟ هو انا لاقيه شغل؟ والنبي تسكتي، ده انا بقيت محترمه غصب عني. طب زودي السكر في الشاي. يا لهوي، لا البنت خوخه وطوحه كل ده ما يعرفوش حاجه عن بعض، واحنا ايه اللي حصل لنا؟ يعني عليك يا زمان. ايه يا عم الغيبه دي كلها؟ بقى الفتره دي ما نشوفش بعض. اعمل ايه طيب؟ مشاغل. وبعدين هو انا لو ما سالتش عليك تتجوز من غير ما تقول لي؟ والله الموضوع جه بسرعه، لا عملنا فرح ولا اي حاجه. طب طمنا عليك، عامل ايه؟ انا تمام كويس الحمد لله. اخبارك ايه، رافع راسنا ولا مودينا في داهيه ولا؟ انا شخصيا عامل اداء باهر. ان انا شخصيا اتنين شخصية. الله أكبر، أنا كده اطمنت على صاحبي. أمال فين العروسة؟ موجودة يا طنط بس بتغير. يا حبيبتي أشجان. أيوة يا موني، أيوة جاية. مساء الخير، منورين. يا أهلا وسهلا. يا دي النور، أهلا وسهلا، منورين. ده نورك يا حبيبتي. إيه ده؟ أنتوا تعرفوا بعض ولا إيه؟ لا انا يعني كنت بشبه بس. بس انا اعرفك كويس يا هاني بيه، جيت لك الاسم علشان اعمل محضر سرقه. بس انت هتفتكر ايه ولا ايه؟ الله يكون في العون، تلاقيك بتعمل الاف المحاضر كل يوم. افتكرتك انا، انت كان عندك شغاله سرقه منك خاتم وجاي تعملي محضر عندي، صح؟ صح. اعمل ايه؟ شغاله ما عندهاش ضمير زي ناس كتير الزمان ده ما عندهمش ضمير، طردتها زي ما ناس كتير بتطرد اليومين دول. شفتوا بقى الدنيا صغيره ازاي؟ انا وهاني ده عشره عمر. انت ما تعرفيش من واحنا صغيرين كنا بنعمل ايه. بنعمل ايه؟ ناوي تقول ايه؟ انت مبوظها اكتر. احنا كنا بنعمل مع بعض كل حاجه، يعني مش كل حاجه قوي، حاجات وحاجات. مع بعض انتوا الاثنين؟ طول عمرك شقي. مامتك دي؟ تصدقي منورة يا روح. ده نورك يا حبيبتي. جرى ايه يا طنط؟ الناس هتفضل كده تقعد تشرب احمر واخضر واصفر، مفيش حتة كيك، حتة بقلاوة؟ بتحب البقلاوة يا باشا؟ وبعدين؟ بس وبعد ما اتطلقت من عجوة جيت على هنا مع واحدة اسمها مدام ليلى، عندها جاليري في سور نادي الزمالك، اشتغلت فيه. يا لهوي عليك، يعني بعد العز اللي انت كنت فيه وخمسين ألف واحدة بتشتغل تحتيكي، يجي عليك اليوم يا بنت اللي تشتغلي فيه في جاليري؟ أهو بقى كل وقت ولو أدين. أيام ما كنت بشتغل كان حسام حميني، كان ظهر لي، لكن دلوقتي خلاص اتعريت وما أقدرش أشتغل الشغلانة دي من غير ما حد يحميني، لأني ممكن أتعكش وخش السجن. يا لهوي سجن؟ ما تجيبليش سر، بلاي ما يوريكي. أيام سودة اتبهدلت فيها. بس كان في واحدة هناك سهنداني بصراحة، كانت ظهري بالرغم انها كانت قاسية وأدارة، اسمها أبلة سرور. اسمها ايه؟ سرور؟ انا وانت تعرفي سرور الست الحلوة دي المكلبزة؟ دي الست صاحبة الشقة اللي انا كنت بشتغل فيها، اللي كانت مدورها يعني، وهي دي اللي عرفتني على المخفي حسام.
يا عيني عليك. يعني يا بنت اللي تبهدلك هي اللي تحميني يا اختي في السجن. اه زمن. وشفتي معاها فانيلا؟ في ايه؟ عملت فيكي حاجه؟ البنت دي طول عمرها غلاويه. فانيلا اتقتلت في السجن يا توحة. اتقتلت؟ ومين اللي قتلها؟ النبي ما انا عارفه وما تجيبليش السيره، انا عموما ما كنتش عارف البنت اصلا، الكلام ده حصل اول ما دخلت على السجن اتقتلت. لا حول ولا قوة الا بالله. دي اغرب حاجة سمعتها في حياتي. المهم يا بنت توحة عشان لازم انزل انا كمان يا اختي واسيبك للمشاوير. انا كنت سايبة مع امي قرشين تصرف عليهم على الواد منعم في الفترة اللي كنت فيها في السجن، وخلصتهم كالعادة. معيش ولا مليم، والواد جعان عايزة اجيب له كده لقمة. عينيا يا حبيبتي عينيا عينيا. كتر خيرك يا اختي. خدي خلي دول معاكي، وهاتي خضار واكل لابنك. يلا بقولك ايه، هات لنا بقى خضار وانت جايه ولحم، واعملي لنا عشا من الحلو اللي كنت بتعمليه زمان. كتر خيرك يا بنت جدع، عقبال ما نلم شملنا تاني انا وانت والبنت خوخ. اه امين يا رب. يلا هروح اجيب لواد منعم اكل وهجيب لك حته خضار عسل. يلا ما تتاخريش. النبي ما فيها حيل. اه يا ضهر. اه ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ عاوزين اقول ايه؟ ما انت شفتيها زي زيك بالظبط يا ماما. قلت له؟ اقول له ايه بس؟ اقول له ايه؟ ما خلاص بقت مراته خلاص. وبعدين هو شكله مرتاح اساسا وشكله عارف ومش عايز يقول لي. لا 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 سعاد مش عارفه، لانها لو كانت عارفه كانت قالت لي، انا متاكده. الست كانت قاعده مش طايقاها. الدنيا اتشقلبت يا امي. العالي بقى واطي والواطي بقى عالي. بقى هي دي المهندسين اللي احنا متربيين فيها؟ هي دي الشوارع اللي انا كنت بمشي فيها انا وانتي مش خايفين من اي حاجه ولا بنفكر في اي حاجه؟ بص الناس، بص الناس بقت عامله ازاي؟ عمارتنا نفسها. مين ساكن هناك؟ شويه شقق رخيصه متاجره مفروش، شويه مكاتب. عندك حق. الدنيا انشقلب حالها. بقول لك ايه؟ ما تيجي نعزم المهندسين يا تغريد، انا مش حابب المهندسين خلاص. هروح فين بس؟ اي حته. تعالي نروح مدينه نصر، تعالي نروح المعادي، يا ستي المدن الجديده. اكتوبر حلو. افكر. بقول لك ايه؟ ما تدخليش حد خالص، انت شايف انا مشغول قد ايه؟ عينيا يا فندم، بس لو واحده حلوه قوي تدخل ولا؟ السؤال البايخ ده. واحده حلوه تخش على طول، انت عارف ان انا بقدر كمان. تمام يا فندم. تمام يا فندم. تمام. اتفضلي يا فندم. ابو كوامل؟ مش ممكن. تحى خرب حالك، ايه المفاجأة دي؟ اللي جابك هنا يا ابو كوام؟ جابني ايه؟ ده مكان انا. مكانك ده انا اخر حاجه اتوقعها ان انا اشوفك في مكان زي ده. وانا اخر حاجه اتوقعها ان انا اشوفك بالجمال ده يا بنت اللذين يا توحة. كل مره اشوفك بشكل واحلى من المره اللي قبليها. ايه ده؟ تصدقي اهي دي بقى اللي بجد يتقال عليها مفاجاه الموسم. الدنيا صغيره قوي يا ابو كوامل، اوضه وصاله زي ما بيقولوا. اه دنيا صغيره بس حلوه. حلوه ما دام بنتقابل وماشيين تبقى الدنيا حلوه. لما انت ايه اللي جايبك هنا؟ انا بشتغل مع مدام ليلى في الجاليري، وهي بعتني ليك يعني اعمل معاك بيزنس. اه انت اللي كلمتني عنك ليلى في التليفون. ايوه. انت ايه اللي قلتكي عند ليلى؟ دي حكايه طويله قوي. اتجوزت واتطلقت وفي الاخر رحت اشتغلت عندها في الجاليري بتاعها. ده مقامك. ده مقامك تشتغلي عند ليلى برضه. انت لازم لك شغل ليكي لوحدك. شغل شغل على ميه بيضا. شغل ايه؟ سيبيلي نفسك زي ما انا زمان عملت توحة، سيبيني المره دي بقى اعمل توتي. لا اوعى تفتكر انك هتشغلني الشغله دي تاني، خلاص ده بابه اتقفل. استغفر الله العظيم. وبالنسبه لي اتقفل. اتقفل ايه؟ ده انا بنيت مكانه حيطه. امال ايه؟ انا بكلمك في شغل تاني، شغل تقيل، شغل يجيب فلوس بجد.
يغيرنا، يغير شكلنا ووضعنا قدام الناس، يعمل لنا مستقبل بجد، شغل بفلوس بجد. ده بنت تروح شغل ايه ده يا اخويا؟ ايدي على كتفك. سيبي نفسك ليا، ده هيبقى مكانك، هدربك وعلمك ازاي تدوريه، واسيبك تدوريه واهتم انا بقى بشغلي التاني اللي بره. قلت ايه؟ ايدي على كتفك بس. انما اقول لي ايه الهلومه اللي انت فيها دي كلها؟ وايه الحلاوه اللي بقيت فيها دي؟ جبت منين الحلاوه والشياكه دي كلها؟ بقى قايل لك من زمان، قايل لك ان انا ربنا مديني ميزه امسك التراب يبقى دهب. صدقت. وبعدين حكايه الهلومه دي احكيها لك لما نخرج انا وانت كده، اعزمك في حته حلوه احكي لك كل حاجه وبالتفصيل. ماشي. يلا يلا يلا. عزمي يلا اتفضلي. حدش يخش المكتب يا عزمي. رقصتي فين قبل كده؟ انا كنت برقص في المحل. محل كله كده دوري مظاليم؟ مفيش كده حاجه في ال18، حاجه في المقص، اجوان كده، حاجه في الممتاز يعني؟ والنبي يا اخوانا بقولك انا كنت برقص، مش فاهمه حاجه، ايه اللي هيخليني اجيب اجوان؟ يعني نزلتي مصر اشتغلتي فيها رقاصه؟ لا مصر ايه، ما انا قلت لحضرتك يعني انا كنت برقص في المحل عشان انا جوزي من المحل، فانا كنت عايشه معاه الله يرحمه بقى، كان تعبان قوي، فكنت برقص علشان اقف جنبه وفي نفس الوقت لو تعب ولا حاجه اكون موجوده. الله يرحمه ويحسن اليه. اصيله وانت متجوزه دلوقتي؟ لا بقول لك الله يرحمه. احسن، الواحده لازم تبقى براحتها كده، انت عارفه شغلانه الرقاصه دي واحده لازم تبقى بطولها. ما تخافش يا اخويا انا بطولي. وانت تعرفي سرور منين؟ سرور بعدها فتره في كلوب. اصل الست السرور كانت معزومه في فرح عندنا في المحل، وبعدين جت في الفرح شافتني وانا برقص، عجبتها قوي وقالت لي يا بت لو عايز ترقصي في مصر ما قدامكيش غير مين؟ علي سكسوكه اكبر متعهد حفلات في مصر، واديتني العنوان وجيت لك طوالي. فيها الخير سرور دي، بس راحت في سكه اللي بيروح ما بيرجعش. سرور دي كانت بتوقف شارع الهرم على رجلي. والنبي الست سرور دي حته سكره عسل قمر. طب معاكي بقى بدله رقص عشان نعمل تيست؟ بدله ايه يا اخويا؟ انت بس نزلني فرح وانا اوريك الرقص على اصوله. الرقص مش في المكتب، الرقص في الفرح عقبال عندك. حلو، احنا فيها، هنزلك فرح بتاع ناس حلوين قوي. ربنا يسعدك يا اخويا، والله لو اوريك احلى رقص لا تنبسط بيا قوي، وهتلاقي الناس كتيره قوي جايه وبتقول لك ان انت اخترت احسن رقصه في مصر. الهي ربنا يعمر بيتك، ربنا يخليك. بس يا علي سكسوكه. على بركه الله يا حلو. Shake, shake.